اللعيبه كلها مركزه واحنا ناويين من واحنا في النادي في القاهره اللي احنا طالعين مركزين. ده بدايه موسم، انت عارف فتره اعداد، عاملين 3 مباريات هنا في المعسكر. لعبنا 1 امبارح الحمد لله، كسبنا 2-0 ومع فرقه كويسه واداء محترم، فالناس كلها مركزه وطالعين عارفين احنا هدفنا ايه من المعسكر، عشان ده اللي بيتبني عليه الموسم كله. فان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل المعسكر لحد يوم الجمعه ان شاء الله كده تمام. عندنا ماتشين جايين بكره وواحد يوم الخميس، يعني ان شاء الله نقضيهم بشكل كويس ونعمل اداء ونتيجه كويسين. المعسكر ده انت عارف بيعمل يعني توليفه كويسه بين الاولاد، بيتعودوا من صغرهم على الاحترافيه، اللي انا بسافر بعسكر بتمرن صبح بتمرن بعد الظهر، فبيبقى محطوط تحت السبوت على طول، تحت الملاحظه على طول مع المدرب او مع الجهاز يعني، فبيبقى عارف ان النظام ايه وبيتعلم. ان انا عندي الصبح تمرين، بصحى بدري، بفطر، بعد كده عندي غدا اذا كان في محاضره، بعد كده عندي بعد الظهر تمرين، في ايام فيها مباريات، فبياخد من صغره التعامل او المعامله اللي انت بتتعامل بيها فوق في الفريق الاول، فانت بتعوده من صغره بيقدر يتعامل زي، بيبقى واخد على الوضع.